السلام، معكم أسماء أزرو، الأخصائية في التغذية والحمية. ميرسي لالا بلوس بور لانفيتاسيون. فيما يخص طريقة التغذية ديالنا في هذه الفترة ديال الحجر الصحي وانتشار الوباء، طبعا التغذية عندها دور مهم، ما يمكنش واحد ينكرو. الآن حنا محتاجين للمناعة ديالنا، محتاجين أن نقوي الأجسام ديالنا، لأنه الآن ولحد الساعة في نهاية المطاف كنعتمدو على يعني المناعة ديالنا، على الجسم ديالنا اللي خاصو يكون في أحسن حالته. باش يكون في أحسن حالته لازم أن هاد الفرصة ديال المكوت ديالنا في المنزل تكون فرصة في نعيدو ترتيباتنا فيما يخص المكونات الغذائية، بمعنى أنه لازم ندخلو للدار ديالنا أشياء اللي هي صحية ونتخلاو على العادات الغذائية اللي هي سيئة، لأنه لا يعقل أننا نكونو مازالين كنتناولو أغذية غير صحية، مازال كنتناولو مشروبات اللي هي محلات، مازالين كنحضرو في حلويات غنية يعني بالسكر والسكريات. الآن أننا ناكلو بطريقة صحية ما بقاش خيار ولا ضرورة لكل واحد فينا، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي مناعتهم كتكون ضعيفة، أو الأشخاص اللي كيعانيو من أمراض مزمنة، أو للأشخاص المدخنين. فهادو كلهم والكل يعني بالضبط هاد الأشخاص لازمنا أننا نتبعوا نظام غذائي صحي. نظام غذائي صحي كيبدأ من أننا نحددوا لائحة المشتريات ديالنا، لازم تكون لائحة اللي فيها أغذية اللي متوازنة، أغذية اللي يمكن لينا نحتفظ بها نوعا ما في المنزل لمدة طويلة، بحال القطاني، بحال البيض، بحال يعني حتى الخضار يمكن لينا نجيبوها ونحتفظ بها في المجمد. فهادو كلهم أشياء اللي لازم نكونوا عارفين راسنا شنو نشريو قبل ما ندخلوها للدار. في المنزل نعتمدوا تناول الخضار والسلطات، الاعتماد على الأغذية اللي وطرق الطبخ اللي كتكون صحية، نبعدوا على القلي، نركزوا على بعض الأنواع ديال الخضار اللي غنية بالفيتامين سي بحال الفلفل. كاينه دراسات اللي كتكلم على أن تناول الطماطم في اليوم كيساعد على تقوية أيضا الجهاز التنفسي. فهناك العديد يعني من الأشياء اللي ممكن نديروها. ملخص الأمر أننا نعطيو للجسم ديالنا ما يكفي من البروتينات، من الفيتامينات، من المواد المعدنية، وهذا الشيء ما يمكن يجينا إلا من الخضار، من يعني من الخضار والفواكه، وأيضا من يعني حتى القطاني كتكون مهمة وجيدة جدا، لأنها كتسمح لنا أن نقوي المناعة من انطلاقا من الجهاز الهضمي ديالنا. كيبقى نتكلموا ايضا على الاهميه ديال اننا نشجعوا بعضياتنا على هذا النظام الغذائي الصحي، اننا نوعيوا اللي معنا في المنزل باش ينخرط معنا. لهذا انا طلقت على منصه التواصل الاجتماعي تحدي سميتو خلي ماكلتك تقوي مناعتك وتحمي صحتك. الهدف ديالو ان كل واحد فينا يشجع الاخر بانه يقترح عليه ولا يوريه شنو الوجبه ديال هذاك النهار. شرط ان هذيك الوجبه تكون سهله التحضير، غير مكلفه، بمكونات بسيطه، واخا نديرو غير بيض ومطيشه وشلاضه وطريف ديال الخبز، فتيكون هذا واحد الشيء اللي هو جميل جدا خصوصا في هذه الظرفيه.